الحقيقه بس قبل ما نخش في تفاصيل الفقره، عايز يعني اقدم كل الشكر والتقدير لكل فريق عمل مساء دي امسيه للمجهود الكبير اللي بذلوه عشان نقدر نقدم لحضراتكم هذا الفيلم القصير الذي تابعتموه منذ قليل حول رحله التسع سنوات والانجازات اللي تمت فيها والى اي مدى بتلبي حقوق الانسان، لانه كان مجهود كبير في تجميع المعلومات واختصارها، لانه لو ما اختصرناهاش كان ال 25 دقيقه دول هيبقوا 25 ساعه عشان نقدر نتكلم على كل المشروعات اللي تمت. فبشكرهم شكرا جزيلا، بشكر كمان كريم عبد العزيز البروديوسر والمونتير شادي عبد الغفار اللي جمعوا بقى كل الشغل ده في اللي حضراتكم شفتوه. كواليس هذا اليوم 30/6/2013، ايه اللي حصل قبله وايه اللي حصل اثناءه والاعداد لبيان 3 يوليو والجمهورية الجديدة واحنا مقبلين عليها التي ستشمل الجميع وبداية هذا الطريق من خلال الحوار الوطني. في هذا الإطار يدور الحديث مع ضيوفي الكرام في الاستوديو، الأستاذة النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني. مرحب بك معنا أستاذة أميرة منورة. أهلا وسهلا. أستاذ حسن شاهين عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأحد مؤسسي حركة التمرد، مرحب بك معنا أستاذ حسن. أهلا بحضرتك أستاذ رامي. لازم أبدأ مع حضراتكم يعني أنتم تستحضروا بالذاكرة كده اليوم ده اللي أكيد عملته ده، واليوم هو بيهل الواحد على طول بتيجي في ذاكرته، كان بيعمل ايه وقتها وكان موجود فين؟ استاذه اميره. الشوارع يعني طبعا، واذكر جيدا انه ما كانش عندي توقع للي انا شفته، يعني انا تحت البيت بقى، بس يعني بالحدس احنا كنا في انغلاق، وزي ما يكون كده في سحابه سوداء شديده القتامه تغيم على البلد السنه المشؤومه يعني. كان من اول دلالات معينه انه في حراك غاضب واسع كانت موجوده، بس ما توقعتش اللي انا شفته صراحه يعني. وقابلت تقريبا كل الناس اللي اعرفهم في حياتي في الشوارع الشوارع من التاريخ بقى، تلاقي من ايام المدرسه والجامعه. ده حصل فعلا، ده حصل فعلا، قابلت ناس ما يعني ما كنتش اتصور ان انا اشوفهم. بعدين مشيت يومها مسافات طويله جدا جدا، فكل هذا الغضب والجموع اللي نزلت الشوارع كانت معبرة للغاية عن وضع بالغ التأزم وضيق حقيقي وأوضاع ما كانش ممكن أبدا أنها تستمر. فإحنا يعني بنحتفل في بذكرى الإنقاذ من مصير مظلم تماما ومن هوية حقيقية إحنا لو كنا انجرفنا ليها يعني. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. أستاذ حسن، يعني بداية الرحلة وجزء من الرحلة للوصول لهذه الأعداد المهولة كانت استمارة. حقيقة. يمكن انتوا في البداية كمان ما كنتوش متخيلين الاستمارة دي هيكون تأثيرها عامل ازاي، انما احساس الناس وبعضها بالاعداد اللي بتزيد والتوقعات على الاستمارة بقى الكل حاسس احنا مش لوحدنا بقى، لا ده كله خلاص فاض بيه الكيل. ايه التحديات اللي قابلتوها؟ يمكن شفنا جزء في مسلسل الاختيار، بس قول لنا الجزء اللي ما شفناهوش بقى، التحديات اللي قابلتوها اللي هي كانت في لحظات ممكن اصبتوا فيها باحباط وعدم ثقه بانه المهمه ممكن تتحقق كما تأملون وتصلوا الى اكثر من 22 مليون استمارة. هو في البدايه احب اقدم طبعا النهارده في الذكرى التاسعه لثوره 30 يونيو العظيمه الشكر، كل الشكر والتقدير للشعب المصري العظيم اللي نزل ونصرنا. احنا في 30 يونيو بالنسبه لنا يعني الوضع مختلف شويه عن باقي الجموع، يعني احنا كنا لولا نجاح 30 يونيو كنا من اوائل من سيعلقون على المشارق يعني. فلولا نزول المصريين الحقيقي اللي نزلوا في 30 يونيو وكانوا بيعبروا عن حاله رفض شعبي لحكم فاشيه دينيه بتحاول ان هي تطمس الهويه المصريه، بتحاول ان هي تهد الحضاره المصريه، بتحاول ان هي تهد الدوله المصريه، ما كناش هنبقى قاعدين النهارده. ف 30 يونيو ذكراها بالنسبه لنا كانت ما قبل 30 وفي اثناء 30 واحنا منتظرين نزول المصريين نفسهم للشارع. يعني احنا لما بدانا في فكره التمرد كنا حوالي في 28/4 او 6، اول مؤتمر كان في 28/4 وكان في كام يوم قبليهم طبعا تجهيزات. ففكره الاستماره بالنسبه لنا كانت هي فكره استماره بسيطه بمعاني بسيطه بصياغه بسيطه توصل للمواطن المصري اللي في القريه اللي في النجع، بحيث ان هو ده المطلوب، اشراك المواطن المصري البسيط في المعادله السياسيه لتغيير الاوضاع اللي كانت عليها البلاد في فتره حكم جماعه الاخوان المسلمين. وهو ده كان سر النجاح حقيقه، ان احنا قدرنا نوصل بالاستماره البسيطه دي للشباب
اللي موجودين في القرى وفي النجوع، الاهالي اللي في البيوت. حته برضو يعني اشار ليها مسلسل الاختيار اللي هي الكشك، صاحب الكشك ده كان مشهد حقيقي فعلا، صاحب كشك بيوقع على الاستمارات وحاطط عنده مجموعه من الاستمارات عشان يدي اللي للناس بيروح توقع على يشتري طول. حاجه من عنده بيديله الاستماره يوقع عليها. فكانت الحاله الشعبيه الجميله دي هي السر الحقيقي لنجاح هذه الاستماره والوصول للهدف الرئيسي وهو اطاحه بمحمد مرسي واجراء انتخابات رئاسيه مبكره. نعم. فحقيقه يعني 30 يونيو كانت في الفترة دي يعتبر تجهيزات تجميع التوقعات وحصر التوقعات. وبعدين بالمناسبة الفترة اللي هي كانت قبل 30 يونيو احنا ما أصبناش أبدا بلحظة انكسار أو هزيمة، بل بالعكس كل يوم كنا بنزداد إصرار على ان احنا لازم نكمل المشوار اللي من احنا رد كملناه. الفعل وتفاعل المصريين. المصريين علقوا أملهم على هذه الاستمارة وعلى النزول يوم 30 يونيو، وده صحيح كان حمل كبير قوي على كتافنا. صحيح صحيح. ازاي ان احنا ناخد الاستمارات دي أمانة، ازاي ان احنا ناخد الأمانة دي ونقدر ان احنا نوصلها لبر الأمان ونوصل بيها لفكرتنا ان احنا ندعو رئيس المحكمة الدستورية العليا لتولي شؤون البلاد وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. فاحنا كان خوفنا كله هو ان احنا نكون على مقدره لتحمل هذه المسؤوليه وتحمل هذه الامانه، وان احنا نقدر نوصل اصوات المصريين فعلا لليوم 30 يونيو. جميل. طيب برضو يعني سياده النائبه، الحقيقه انه دائما وابدا المراه المصريه تبهرنا. شفتي مشاركه المراه ازاي في ثوره 30 يونيو؟ الام والاخت والابنه اللي ممكن بطبيعة الحال الأم بتخاف على ولادها، إنما في لحظة زي دي ولادها بالنسبة لها كانوا المصريين كلهم. شفتي مشاركتها إزاي وتفاعلها وصوتها اللي كانت بتنادي مع كل جموع المصريين بإسقاط هذه الجماعة؟ هو أنا بشوف الحقيقة ثورة 30 يونيو هي استكمال للي حصل في يناير والهبة الشعبية لإصلاح الأوضاع بشكل عام. يعني في بيت يستحضرني لعبد الرحمن الأبنودي الشاعر العظيم: مصر عارفة وشايفة وبتصبر، لكنها في خطفة زمن تعبر وتسترد الاسم والعناوين. المرأة المصرية كانت شريك رئيسي في كل الأحداث التاريخية المفصلية، بس الحقيقة في الثورتين اللي أسسوا لتاريخ مصر السياسي الحديث كان دورها مهم وفاعل جدا، لأنه كان بدأت مساحات الفعل المتساوي، كانت بدأت مساحات تمكين المرأة بشكل حقيقي. ولكن ما بعد الحقيقة دولة 30 يونيو مساحات التمكين اتسعت بشكل كبير، وكل احنا اللي بتمناه على نفسنا يعني هو طبعا لسه، يعني عشان نبقى طبعا صرحاء مع انفسنا، في مساحات يعني ما كانش عندنا ابدا هذا العدد من الوزيرات، ما كانش عندنا هذا العدد من نائبات البرلمان، ما كانش عندنا هذا العدد حتى من لما بفتح اي تلفزيون، لما بشوف اي مؤسسه حكوميه، في تمكين حقيقي. وكل طموحي انه لا يقف بس عند باب الفتاة المتعلمات، أنا عايزة الست البسيطة اللي ما عندهاش إمكانيات، اللي قد تكون واقعة تحت روح عنف منزلي أو غيره، يبقى عندها فرص حقيقية للتمكين. يعني إحنا مشينا خطوات جادة جدا جدا ولسه قدامنا كتير في هذا الملف، ولكن الحقيقة الشوارع، إحنا عندنا الفيديوهات اللي تورينا الشراكة كانت عاملة ازاي، وكم الـ يعني التحمل وكم البصيرة. زي ما انت بتقول، يعني انا مثلا والدتي كانت خايفة علينا ننزل، بس في الاخر نزلت معانا. يعني كان في امهات كتير جدا جدا، كان في جدات. انا شفت مصر في الشوارع. صح. يوم صح. حرفيا شفت مصر بكل الاطياف الاجتماعية، بكل الالوان، بكل الاشكال. ولما بنتكلم على مصر ما نقدرش نقول رجالة وستات، هي بمكونها الجندري ومكونها مكوناتها الاجتماعية. صحيح. المختلفة. فلا طبعا حصل مشهد كانت المرأة فيه مشاركة وحاضرة بقوة، ولسه يعني عندنا مساحات كبيرة قوي لهذه المشاركة والتغيير واقع. يعني أتمنى بالذات بالحوادث الأخيرة اللي بنشوفها من عنف
انه الاوضاع تتغير بشكل حقيقي، واعتقد في جديه شديده في التعاطي مع هذا الامر، جديه شفناها من الجهات القضائيه، جديه شفناها من حتى الضبط المجتمعي اللي بيحصل لاي انفلات في الراي او اي نوع من انواع العنف، لانه المراه مقدره وهي شريك حقيقي في التنميه. صحيح. ودافعه وقاطره وما بنقدرش ننكر ابدا، بالذات في الاطراف يعني في قلب البيت الصغير اللي في كل قريه هي عماد البيت الحقيقي جواه وبراه، واي تنشئه سليمه هي مسؤوله عنها. ف صحيح، هي اللي بتربي كل الاجيال المستقبل بالظبط، الاجتماعي صحيح. والسياسي وغيره يعني. انا وانت يا استاذ حسن احنا عندنا ازمه بقى، لانه هي استاذه اميره بتقول لك لا ولسه عايزين اكتر، واحنا مش عارف احنا هنروح فين بصراحه. فخدني البيان 3 يوليو والاعداد لهذا البيان بالتفاصيل اللي يعني المصريين استقبلوها من اول كلمه بكل سعاده وترحاب وانفعالات شديده جدا، وصلت الى حد البكاء، لانه في ناس ما كانتش مصدقه ان اللحظه دي فعلا هتحصل. هو حقيقه بيان 3 يوليو كان هو يعني في مضمونه الروح، عوده الروح للشارع المصري من جديد، وعوده الامل للمصريين. احنا يوم 3 يوليو ما حدش كان عارف ان اليوم ده هو اليوم بتاع البيان، او هو اليوم بتاع خلاص نهاية حكم الإخوان. ولكن لما جه الاتصال في أحد المكالمات بدعوة القيادة العامة للقوات المسلحة للاجتماع، وإن هي بتدعو القوى الوطنية، كان الحقيقة الأمر جلل. محدش عارف إيه اللي هيحصل، إيه اللي هيتم، إيه الترتيبات. توقعت إيه شخصية؟ أنا عن نفسي أنا توقعت إن إحنا نتحبس. معقولة؟ دي كانت الحقيقة يعني. اللقطة اللي هي جت في مشهد الاختيار وأنا بقول لمحمد عبد العزيز أنا خايف لا يعتقلونا، دي كانت يعني حقيقة شباب في أعمار العشرينات بنقوم بعمل ثورة، مش عارفين إيه الوضع. بس يعني كان الحقيقة في النهاية اللي إحنا لازم نستوقف عندها هي إن المؤسسة العسكرية والجيش المصري هي مؤسسة وطنية ملك المصريين، وده على مدار التاريخ. فكان دورها الطبيعي واللي كان لازم تأديه وواجبها هو الموقف اللي أخدته في 3 يوليو. صحيح. الاستجابة لجماهير الشعب المصري العظيم، والاستجابة لندائهم برحيل الإخوان المسلمين، فده كان مطلب المصريين بالكامل، ملايين المصريين، الشعب المصري. في 30 يونيو نقدر نقول إن الشعب المصري بتوقفه بفئاته، الناس ما كانتش شبه بعضيها، مصر فعلا كانت في الشارع، ما كانش في حد شبه التاني، جميع الطبقات الاجتماعية كانت موجودة. فالمشهد الوحدة في الشارع المصري على مطلب واحد وهو إسقاط محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ده كان أمر لابد أن يوضع تحت الأهمية والاعتبار. فاللي حصل في 3 يوليو ما هو إلا انتصار لإرادة المصريين في الشارع المصري، ويعني انتصار للدولة المصرية، وانتصار لحفاظ المصريين على هويتهم الوطنية. وده كان المنتظر من القوات المسلحة ومن الفريق أول عبد الفتاح السيسي في لحظتها. ان عمر الجيش ما بيسيب الشعب ده على مدار التاريخ. طول عمر الجيش المصري هو صمام الامان للدوله المصريه وصمام الامان للشعب المصري. صحيح. فاللي حصل في 30 يونيو وبناء عليه ترتيبات البيان في 3 يوليو كان باختصار شديد جدا ان مصر رجعت تاني للمصريين. صحيح. وحينما تحقق هذا الانتصار في هذا اليوم بدات رحله البناء، وفي محطات مهمة من بين استعادة الأمن والاستقرار، بناء مؤسسات الدولة، يعني المضي قدما في رحلة التنمية في كافة القطاعات، وصولا إلى نحن على أعتاب الجمهورية الجديدة. والمفهوم للدخول لهذه الجمهورية رائع، بإجراء حوار وطني يشمل الجميع لتكون الجمهورية الجديدة بتضم جميع الأطياف. عاملين في الأمانة العامة إيه الأخبار؟ يعني هي مسؤولية كبيرة قوي، أداها هدوء، والتوقعات من الحوار الوطني عالية قوي من الجميع. وفي ظني أنه الحوار كان يعني تأخر قليلا أو تأخر كثير، تأخر، بس في كل الأحوال حدوثه النهاردة وفي هذه اللحظة الفارقة حاجة مؤسسة. يعني أنا ظني أنه الحوار الوطني
يعني المفترض ان هو يخرج بخارطة طريق حقيقية لمستقبل هذه البلد. عايز اقول لك انه يعني في عالم السياسيين الاتفاق مش حاجة سهلة ابدا. صح. المساحات المشتركة من اصعب ما يمكن، بالذات انه الوقت اللي فات كان في حالة من الركود السياسي لا ينكرها احد، لانه كان اهتمام القيادة منصرف تماما على تثبيت ركائن الدولة، على قضية الامن، واحنا شايفين حقيقي، احنا شايفين المنطقة حوالينا عاملة ازاي، وشايفين كم التحديات، وشايفينه في بيوتنا. يعني تقريبا ما فيش أسرة مصرية في محيطها ما فيش شهيد. والفترة اللي فاتت كانت عصيبة على الكل، وتبعها الكثير من التحمل حقيقة. اللي شال هذه البلد هم أهلها. صحيح. وفي كثير من الأحيان بيبقى الشكر واجب وضروري لكل مصري وكل مصرية. الرئيس دائما بيثني على ذلك، على يعني صمود الشعب المصري طبعًا. وصبر. ده صمود حقيقي، لأنها يعني بقالنا كتير قوي قوي عايشين فترات صعبة بشكل جاد، صعبة اقتصاديا، صعبة اجتماعيا. فالصمود والجلد ده الحمد لله نقدر نقول انه النهارده عندنا دولة آمنة مستقرة تستطيع حماية حدودها، تستطيع فرض سيطرتها وأمنها في محيطها المشتعل تماما، ودي حاجة صعبة. أنا أمين سر لجنة القتلى الخارجية، فيعني متابعة الشأن الخارجي، التحديات اللي حوالينا عاملة ازاي؟ تحديات جسام. صحيح. احنا كنا في وقت من الأوقات في هذه السنة المشؤومة على حافة ان احنا نفقد جزء من ارض هذه. صح. البلد يعني، ويبقى نفس المصير لحالة عدم الاستقرار وغياب الامن وغياب الحياة عامة في بعض الدول. كان عندك شارع طبيعي الناس المفروض انها يعني بتعيش فيه حياة امنة لدولة قائمة، شارع بيحصل فيه اقتتال. احنا كنا في مرحلة شديدة الخطورة، فانه النهاردة في استتباب امني لا ينكره احد الحقيقة. يعني نسب الجرائم ولا دي حاجات في منتهى طبعا، لكن بتكلم على حرب حقيقية، حرب شاملة ضد الإرهاب منجزها للنهاردة لا يغفله عقل. فإحنا في الملفات دي أنجزنا، ولكن كل هذه السنين من التحمل طبعا هي متشوقة بقى أنه المواطن العادي البسيط يشعر جديا بهذه الثمار. يحس بمستوى دخل مختلف، يحس بفواتير أكثر انخفاضا. اللي إحنا بنعمله النهاردة نأمل أنه ثماره تجنى، لأنها مشروعات ضخمة. يعني أقدر أكلم حضرتك مثلا بمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ، إحنا في الملف ده عندنا أرقام في التحول ناحية الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة تفرح. صحيح. في وقت قياسي. صحيح. جدا. مشروع زي بنبان للطاقة المتجددة هو الأكبر من نوعه في أفريقيا، فأنت بتتكلم في عدد من المشروعات اللي فعلا استثمارات فيها ضخمة جدا، واتبنت اترمت فيها كميات كبيرة من الفلوس والجهود قد تؤتي ثمارها بشكل ملموس قدام. فده حصل. صحيح. وبإذن الله يعني ده يشعر به المواطن قريبا، وقد يكون بس هو نصيب بقى المواطن كان ممكن يبدأ يشعر به لولا الأزمات اللي بدأت يعني نتعرض ليها على مستوى العالم، من كورونا لما تبعها من مشاكل الحرب الروسية الأوكرانية الآن. وزي ما بتقول يعني بنأمل من خلال الحوار الوطني انه يبقى فيه خريطة طريق بقى للمستقبل الفترة القادمة. برضو أستاذ حسن، طموحك ايه من هذا الحوار الوطني؟ منتظر يعني مخرجاته تكون عاملة ازاي؟ انا ارى ان الحوار الوطني فرصة ذهبية للشعب المصري وقواه الوطنية في القلب منها. الحوار الوطني اللي دعا عليه سيادة الرئيس أمر معتاد من شخص سيادة الرئيس. السيد الرئيس مؤمن دائما بلغة الحوار وأهميته. منذ أن كان فريق أول في المؤسسة العسكرية وحتى حينما أصبح رئيسا للجمهورية، دعوات الحوار مستمرة. شفناها في مؤتمرات الشباب، شفناها في منتديات شباب العالم، شفناها في جلسات حوارية كتير مع الشباب. وكانت أول مرة في حياتنا نرى أن هناك مسؤول يقعد أن هو يجلس يستمع إلى الشباب. كان العكس دايما هو اللي بيحصل. كنا بنشوف المسؤول هو اللي بيتكلم والشباب هي اللي قاعدة بتستمع. فكان دي بداية النظرة اللي تتغير لدينا احنا كشباب تجاه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو مؤمن بالفعل بالحوار على مدى العمل بتاعه كله بشكل كامل. فهذه دعوة ليس بجديدة، ولكن الحوار الوطني في هذه الفترة هي فرصة حقيقية للقوى الوطنية ان تجمع شملها على مبدأ واحد، وهو استمرار مسيرة العمل في الجمهورية الجديدة، بناء حقيقي لدولة 30 يونيو، عشان نقدر نقول ان دولة 30 يونيو باختصار هي
القوى الوطنية اللي مؤمنة بالتغيير الحقيقي اللي حصل في 30 يونيو وما قبل 30 يونيو وأدى ل 30 يونيو. النهاردة في دستور، في قانون بيحكمنا، فهذا هو المقصود بدولة 30 يونيو. في مسيرة تنمية قطعنا شوط كبير جدا فيها وحققنا إنجازات في فترة حرجة جدا، وبشهادة الأمم المتحدة نفسها احنا حققنا مسيرة تنمية تعادل 3%، وده رقم كبير مش صغير في ظل أزمات كورونا، في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، الحرب الروسية الأوكرانية. كل ده بيقول ان احنا امام مسيرة للجمهورية الجديدة بالفعل، وعلينا ان نستكملها. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول النهاردة ان الجمهورية الجديدة للمصريين، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. صحيح. فبينا يا مصريين نتجمع، حتى الشباب اللي عندهم آراء مش شرط يكونوا تحت مظلات سياسية أو كيانات سياسية، ولكن عندهم آراء يقدروا يقدموها في مجالات مختلفة. الحوار الوطني بابه مفتوح ليهم أعتقد، بحيث أن الكل يشارك، لأن إحنا بنقول أن إحنا بنستكمل بناء دولة 30 يونيو، ودولة 30 يونيو قوامها الحقيقي هو الشعب المصري، وفي القلب منه قواه الوطنية. صحيح. ونتمنى بإذن الله يعني أن يبقى لنا لقاء في المستقبل القريب، زي ما يعني بنحتفل بذكرى 30 يونيو يبقى بنحتفل بمخرجات الحوار الوطني ان شاء الله. ان شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير لثلاث مناسبات. يا حضرتك 30 يونيو كبير. بدايه شهر ذي الحجه طبعا، عيد الاضحى على الابواب، وشرفتونا ونورتونا. كل عام وحضرتك بخير، والشعب المصري سلام. كله بخير، وثوره سعيده على الجميع، ونفتكرها دايما. اخر حاجه عشان الوقت، انا عايز اكد على ان احنا احيائنا لذكرى 30 يونيو مش لاحتفال فقط، ولكن عشان نأكد على أهمية اليوم دوت والحدث ده لأجيال جاية. صحيح. الشباب اللي كان عندها 10 سنين النهاردة عندها 19 سنة، النهاردة عندهم 20 سنة و18 سنة و17 سنة، دول اللي لازم يحسوا قد إيه المصريين قاموا بملحمة وطنية لازم نفتخر بيها، ولازم نفضل فاكرينها، ولازم الوعي ده يترسخ في أذهان الأجيال القادمة للحفاظ على هذه الدولة. صحيح. والله أكنك كنت سامع اللي كنت بقوله في مقدمة الحلقة، لأن ده بالفعل اللي كنت بقوله. أستاذ حسن شرفتنا ونورتنا. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. أستاذة أميرة شرفتنا ونورتنا. شكرا لحضرتك. وربنا يوفقكم إن شاء الله في الأمانة العامة للحوار الوطني. كل المستمعين. وطبعا يعني ختاما بنقول كل سنة والمصريين كلهم كلهم بخير، بكل طوائفهم الاجتماعية، بكل آرائهم، بكل اختلافاتهم، يا رب دايما في لحمة وفي خير. يا رب يا رب إن شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا.